مملكة مسبحي مو من تيجان أوض الاستاد فرد مو أركا إني كوي هي جريتان كسومالا رونالدو ها وهو أركا جود جود وسلك عظمة إلا هذا ضد يحرى مجر تحبس وكجر تقولو دو ذي وفري هبل الله يا مجرى هذا وقت جاني مكان حبل إنه مايا لكن هرو يجلس أوكي هرو يجلس هذا مجر تو أوكي مركي غير أفضل إفراد كل مقدام سومالا أو أي دجالمان أف يقدم بيكون دجالمان أردت كده حبسه اللي هو جرو دلوقتي لوجس أوبريشن لوجس سمايو أي كني بيان أوبريشن كاسي أنا وأنا ولا دكاتين كرا سألك أنا ولا يمحر كرا أنا قال كعيد جوجا أيضا أرمي هذا by just speaking from here that's why وحمر ربنا كده that's why أصلا أول واحد على راي exile government على راي or reformation واحد على راي مرحوينة واحد على راي أبيانو واحد على راي دار خوشة خوشة لا حاول أنت رمني أنت نوتة ماشي جوجان ماشي كتليان أنت هيستار في الدول ماشي أنت تهاي أنت لقى هيستو سمالك هو لا ندر استاكس وصلت وحنا نقول اكثر جبر من بالنا هاي يبدو كنور او بس كرر أو ضل اكتيفيش كا أو أعرف تتر وحوان أنه ما كمل نقولين سمعنا لكن بد إذا كمل أو إسمع أو لكن ما عانا ما جمع تركت وإسمع تكمل بمنتين من توكي بالعتلي صحيحنا لكن بجيت ما تبص كي يرى إيه مسحيح وين مسحيح وقتر أنا قد دولي يوتيوبي أنا قبصتي وأنا لو قص في سمعنا لأن أنا كمل نقول أنا وحن كمل هاي بس كفري اكتيفيست كا كوجيرا او ولي افاين كا غوت او ذا ستيت بانا وحقيقه جسوي وان 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 لها دوله سومالان حتى وحنو بروبوز كريني ان سومالان بروبوز ولا فريسن اون ولا خبرنا او بنت انتو لا اسكا دافو سومالان انتي ما انتو بانكو يشيني لا اسكا دافو او ولا بانتا لوير وسنجر لوير جلبوشا لوير اسال لوير وسطو صومالي كرغوي مانسكاخان صومالي لماذا كنت جدنا انسكاخان وين الدليل صح لكن قرن لماذا لوير بربوري كروان الدليل وحالا لها جيزيسري سيستم لوها لكرو ومغلو لوغدونا كرو لغلو احسن كرو حتى وحن احسن كرسان ما شمل دي إن لقدر حسوقي هرجيسة كدعاء ومعلوم بس وحيدا وحلا وحسن كو لكن دولتي كل بروبلمس كصومالية إن حلو أيا كهبون محان كجتري الناس صومالية خدي أنا سرق أنا إن كتبنا محان ولا لا نحن سلام رجعنا طن إنت هذا هرجيس ويجيد ويو وحيد يا رويه ما وحذران ما وحذران دولت إثيوبيا أيار أنا نقول مثلا حتى حرق ما هو عقل الصومالية كما دسنا الصومالية كما نفضيه كما نرسعنا كما نزوم وحقروفا مخيرنا 2007 ونسعنوه وحقق بصري إثيوبيا وحلوه يا عبد الموسى موسى محل دائرة ياري يا عبد الله يوسف هذه السبب اللي جيه وحلوه لعنوه قليه هذه السبب الصومالينا يتوبوا واحد تلاع نو بنتي لان كما آمنينو نو تقلي ليلة وانا لفوا ماشا مرتا مركا ماشا انا لا الى سنونا وحن ترسكرين الناس ومانينا داش تدروف الى سنانينا لا راي اتوبيا ومن ماشا كن انا مركا وحن دي دماي حدين لبو ايانا بلدات كرر وقوي يقولنا كورا هلان سومالينا لا ولا الله ولا لنا سوماليان لا يسكوا افكرشو يلو دات كيسكوا عليو سيياي oo Soomaali soo roobayo ayna si sii ku jirin ilaa walaalno wax kasta Soomaali way ku heshiin kartaa nabad bay ku heshiin kartaa kala go ay ku heshiin kartaa hadii bisweya aan wada hadalnayno oo aan inagu isku tagno oo soo wayiga ana salaam ee taa waxa uu gaaray aan dii si raayo
مريكان بو يردي سيرايو أنا وانا قلت واشنطن سيرايو سيرايو وأقول له محمد أحمدوف ميت بانكو يديني أقول ذاتك الدين مانت أبدوك انترناشنال لوغا وحضي ليا دون نبوة مقوكة سايد دل مريضة ها وانا ما يدرك دل مريضة قولك أغلق مريسان دل مجيو واي ذاتك الصومالية دمعو بارك أنا قوى in that case he sees us mechanical احتراف مكانيكال تان واي ذاتك الملزي قنابا يذيكا مقامبا سنالي لانتان شوائي نواكاس ويا ما انت لكن وحكا دران بايندي وحكا دران اي يمدي وحوية انه شكيه ان قبني ايتوبيا موقع سلطي سنالي لان ان امسناه ان سنالي لان ليرا ايتوبيا سنالي لان ليرا كاويا كان انه ديرينا وحلينا شوف انت قدرك الصوماليا ايتوبيا كانت قلن كارتو ان كنا مبحي كارتان دار الصوماليا لما مبحي كارو مرتفع لها هذا انت عشان ان ارميا لكن هذه دولة الصومالية هذه دولة الصومالية الاحتراف ويسو حقا يقولي ان ذات كرير اوضر وحي وشتك يوم وسارة دا ارماها بقلها دولة قولين بها دا لسينين تاوى ان دولة الصومالية دورتها الى عرصة فبالتانك الشعب الصومالية هذه اللي اسكو قصبو بل عنهم قويتان كرمين يجدد صومالي يجدد قويتان روا هذه اسكو قصبت دولة الصومالية دنبي وحي كقريسا هو صومالي لماذا ربي دنبي كقريسا مركا عليك أسوأ وأسلاوي وعليه السلام السلام عليكم أدر آذي أدو أمه سنتا هذا وحان فهني معاو النولج فإيه كاكوري إن مركي هوري أول الحوق مارك تلو قفصري سومالي لان حوق مارك تلو قفصري أيوك رالك كهين دكت شعبك دكت ديگان كهابا إن إثوبيا اللهوسكي إن أدولد بنانك كتاليسا وأد مارك تي اللي ديهين مدحوين اللي ديهين إيه مارك تي إيه administration ديسان iyo in aad Soomaaliya aad maaragtay aad aaminsan tahay unitigeed arinta arin la qaadan karo way aad iyo aad u maasan tahay waa ka qancay ee awlana waa garab taaganahay mar ugu waran taageeray aad iyo aad u maasan anuu waa ka baxay hello hello rasoodo haa waniyo arinta saadir ahmed baan rabeena xogaa naqdiyo waniyo horta Soomaaliland meesha lagu dhisa awdal bay ahayd hatta magaca Soomaaliland ninkii duxiyo awdal buuca xeer awdal dadkii Soomaaliland wax ka dhistay ahaayeen markaan yeelatigu wadalno waliba aadku ugu qanacsanaa gogosha dhigay in same time 7 sano madaxweyne ka soo ahaayeen 12 sano miyaa 13 sano madaxweyne ku xigeen bay ka yihiin faamisa marka waxaan rabnaa dadka reer awdal ee majority-gaana deegaankiiba degan yihiin oo maamulka ay ka mid yihiin muuse biixiga u jeeday reer awdal baa soo doortay codadka ugu badnaa awdal buu ka soo helay faamisa marka waxaan rabnaa ina faktiga jiroo reality-ga aan ka wada hadli karno aan dhig karno war muuse ayaa soo doortay reer awdal baa soo doortay Soomaaliland qofkii reer awdal ka abaadi ugu xukuntaa wadee aniga hadii li leeyahay been baa sheegaysa waa joogaane bal weydii xagee Soomaaliland su'aal waa ku weydiin ka dhalay qofka ma dhigay moogtaa reer awdal waxan ku sheegaynaa in Soomaaliland taamaqleysid ba awdal lagu soo dhisay 7 sano ay madaxweyne ka soo ahaayeen miyam sidii sanay madaxweyne ka soo ahaayeen in intaasoo sanay madaxweyne ku xigeen ku soo ahaayeen manjoorotiga reer awdal dadka degani deegaankiiba degayeen dhibaato kuma qabaan qofna lagama xiro qof lagama dilo buu kama yeero dad yar oo qurbi jooga oo flyer wato wax diidan iyo dadka gudaha jooga kun iyo kow jeer badan marka riyaadiga in la isku sheega fiican warta dabadii sanay madaxweynaha ka soo ahaayeen deegaanka aan maamulayseen and ninka hadda madaxweynaha ka soo ah in riyaal ka ahin and jamaad muuse soo ahin horta iyo saxadooda iyo caafimaadkooda iyo meesha xanuunaysa yaqaana maad garan adigoo kale waxaan jeclaan lahaa inaad xoogaa bal axmed iyo dadkan aad wax u fahansan bal inaad yadagaysid waayo waxaan arkayaa
and you're not digesting information commercial soda. And it is Somali. You may work at a fancy like he called him in his Yakana and by Mesa. I could sort of my family, my court, who's it around by you, like him in Palahe. Palahe, why will you? Somali, well, and Mark the Ponce will know Halayan Arca. Mark Adi and Norto Lakish, Nikikal Mukamba, I get Halla Hatam comfort to Suka and I get Halla Hava. And maybe I will come up with a better term. And the Kabila Mission Shaker, you heard like him. معن مجا كريم وحكر الله يمتونا ثاني شيء وعوية بقول أحمد إبرو وقام ليه تنزل كوربان وين فيري نبكي شيء وعوية إن حتى سلمان سؤاله ويديني وحيابها عن حقا عن رضينا خير صح ولا في سلمان وعوية ور ما أنت وح سؤال رخيصا وش شغبور وكان ليه هنا سيلة و very important strategic place وعوية أنا أقول لك إلى هنا إذا قلت قلت قال كذا كم بانه لكن يمكن سومالي باله سمعت قرن نيكا كييني and كسباي كييني نيكا قال كعيد جوا لكن يمكن ولا ده قرن سومالي أنا ما كم من ثالث يعني كان لنا وعوية قرن كيبا مودا إن ويقى إنه أو أن في جنرالزم يو وهي هذا كان معنا كلام سمعنا إنه ورسيلة سي إيدي بس أديك أنا اللي كنت تقولي استدعى بطلان هذا واحد عن إيدي بيو أي كوني بس أنا أريك رأيي ده تويه. مركن نما يهود البيت كأسير سانو وعويه. نيجي مال بقطع ديلا هاد تويه وانسود عيننا. لكن قارن كصومالي مركن دفاعينه. وعويه مجاله كسو قارب داس سبن كوجرتا. أنا قايس كله. regardless of إيدا تاي فاهم بقى تاي. مركا سهدان أفكره. I think we will understand better. وحوين يقول المال قلدم بوكا بيسي هذاك وحان كهر لين ما هسونال نان ما قوان دي سنة يما ونقوش يا أنا قوانا لقب سلام كل أما بورا ما اللغو شرو دقاها نان يوقف كل واحد مقلوية 1991 وانا لقب سلي 1993 لبدي من الوضبا نغو قصف جبوتي وان نغو قصف انتلجنس كجبوتي با جوغي لحكتي شركة لغو قصف دولة جبوتي با بعنيس أنا قويل كايقا مرنا وكمان نان وقلالين سنالي نان marka uu qoreys waxaan awood naga baran oo laba dowladood ka kooban baan naga qasbaysay annagu waxaan ku jignay maanta koor waxaan ku jignay jee dusha ka xiran dulka furan ayaan ku jignay jubuuti waa ka xidnay Ethiopia waa ka xidnay Soomaalina awood baan lahayn ma dhaqaaqayna wayna dadku fahmaan maanta waxaan raadlayna waa sufrantigi dalka Soomaaliyeed weyn ma aha Soomaaliyeena nixtiisay waan ku jigaayo kama digan maanta waxaan ka hadlaynaa qaranimadii dalka Soomaaliyeed weyn haddana adiga ku damqayni qaranimada Soomaaliyeed annaga wayna damqaysaa marka aan ilaayna qaranimada Soomaaliyeed damqaynin oo nagula meereysanayo wax kale Soomaaliland baad dhisteen iyo waxaa ma waxaan ka hadlayna today wixii doonaba dhifo ma rabno ilaa 1921 aan waan diidanaa dad badan oo Soomaaliyeed wali bulshooyin diidanayeen suldaankaygii baa ka baxay warqadii aanu qornay Soomaaliland buu haystaan wali jawaab ma lagama siinin suldaan war markuu baxayay waxaanu qornay maxaa la yiraahdaa Sudan Beach oo waxa aan rabno ku talaysan siiraan la hoos tuu dhigtay wali maantada lagama jawaabin suldaanka ayaa ka baxay oo weydeen oo ka carooday ummadda Soomaaliyeed waa inay dhaga u yeelato inayna mar laba reer awdo certified ku ahayn maamulka Soomaaliga inay mar laba raali ka ahayn afar nin oo advokaati way jiraan madaxweyne ku xigeen ambadhe amba madaxweyne dhe madaxweyne ku xigeenku waxa leey macno leeyahay malaha dadka ee marka la xidxidayo dhalinyarada 16 jir gabdha ayaa la xiraa oo laga qaadaa buurama oo lagu xiraa gabdhay iyo maxaa la yiraahdaa meel la yiraahdo jir weynalka ku yaala gabar Soomaaliyeed oo yar oo 16 jir oo jeer lagu rido adduunka kama dhacdo adduunyada kama jirto oo amba dhibaato diiday amba calan Soomaaliyeed qaadatay lagu dhibaateeyo marka hidalow adigu waxaad ku gabgabanaysaa ood ku geeraaraysaa dhibaatada reer awdahaysa sayda ay kama hadla waxaas mana ka hadli karo mana ku juuqi karo lama xidxidan sidaa looma yeelanayo waxaad arkaysayn salaadiinta iyada in la qaado oo madheero la geeyo oo lagu xidho waxaayoo dhan ba haysta reer awdo waxa oo dhan ayaa sameynaya dowladda Ethiopia iyo
iyo dawladda Djibouti iyo Soomaaliland maanta waxay weysaa soo dhaaftay maanta waxay taagan tahay reer awdal inay dhintaan ama inay noolaadaan is kana gaban mayno haddaad moodaysaan inaanan waxba qaban karin annagu waxaan dhowraynay caruurteeda Soomaaliland joogtay Hargeysa joogtay abtibaan ahay abtibay yihiin inan tayadaa dhashay walaashay baa dhashay walaashay baa dhashay ma rabno jiig Soomaaliyeed inuu annaga naga dhex daato maanaan rabin kana foorgelinayna waa kaas cabsinala ayni dadkaygana cabsi maayo maalin walba waxaad ogtihiin makarafoonka haddii la dhex mara guurama dadka reer awdal waxa ay qabaan laamiyay madihin dekeda madihin erebuur madihin waxay o dhan waxaa loo diiday erebuurka in uu horreeyay waxaa xeday annagoo buurama erebuur noo shaqeeyo maxamed xaaji ibraahim cagaal dekreto brasilan fiyalaa lagu xeday dekeda ruuhayay sayloco noo shaqeeya waxaa lagu xeday dekreto ministeriyaal balwa wasiir baa xeday iska da madaxweyne waxaan kala hadalnay maxamuud xaaji ninka la yidhaahdo waxaan kala hadlay kii xirsi la odhan jiray waxaan kala hadalnay siibaayo dhigma u leh mana ogolaan karaan mana aqbali karaan marka kaas hadday soomaaliyana ku raacdo oy tiraahdo sidaas wixii annaga alla nabado ayaan yeelaynaa marka Djibouti ka mid noqonayaa Ethiopia ka mid noqonayaa oo qoraalahayaga kale Ethiopia ku nool ku biirnayaa laakiin weli waxaan dhowraynaa soomaalinimada walaalnimada dadnimada wadajirka soomaaliyeed marka ninkana idhaahda reer awdal waxay kale uga jiri soomaalinan waa nin qarannimada soomaaliyeed maalinna garanay habeen keliya ka naxay dadnimada soomaaliyeed ka yartahay wadaniyadu ku yartahay kolkaa daanigu kuwaasoo kalena maanta inta ka dambaysa ma jecli inaan uga jawaabo waayo anigu waxaan taaganahay heer national aan taaganahay heer saraalbal ma taagni awdalna uguma eexanayo qabiilkayga yihiin qabiilkayga keliya ma degana awdal soomaali baa degan habeenkiisir baaba maanta degan oo ugu badan dadka aan u hadlayay waa dad soomaaliyeed oo soomaalinimada raba diinta islaamkuna waxay tiri nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ansur akhaaka daaliman oo madluun walaalkaa hadduu wax dulmayana uu yidhi oo ka qabo inuuna dadka duumin haddii la dulmayana adeer axmed oo maadsanta aad baa umaadsantaamaadsantaamaadsantamawduuc aan kusoo noqonaynaa marka kor saaran adigoo raalli ah aanu mawduuca waxaan ka yidhi waan ka yidhi lakin arrinta maan rabay inaan wax ka yidhahdo ma ka odhan karaalakin mawduucaan rabnay inaan waa mawduuc kale ma ogtahay arrintan ma haddaydaan ogolan ha horta siduu axmed u sheegay 1991-kii awdal waa la qabsaday weliba ciidamada mangisto la wato iyo esnam wada socotaa qabsaday ilaa dhowr kun oo qofa lagu laayay waa arrintaas waa arrin cad laakiin hadda taa lagama hadlayaba soomaaliland waan ka go-ay inay kama goyn lagaban hadda arrintii calamtaray soo dhaaftay awdal dhulkeygii baa rabaa in Ethiopia lagu wareejiyo hadda habeen dhaweyd ma habeen horeyd mise habeen ka dhexeeyey magaalada Buurama mudaharaad baa ka dhacay dhalinyaradu ay sameeyeen ay lahaayeen arrintan iyada uma adkaysan karno waxa weeye waa geeri ama waa nool marka taan ka hadlayna waxa weeye maamul haloo sameeya maa dowladda xukuumadda exilka axmed sheegayey dowladdu waa inay full support siisaa dee oo ay taada annagu dadka waan taageeraynaa sababta waxa weeye muuse biixi siyaasadiisu waxay noqotay waagii hore weyba salnima waagu lahaa mataqaanaa annagu soomaaliland dowlad gooligoostaan samaynaysa taasi iyada waxa weeye waa wax dee ama negotiation iyo loo geli karo dad soomaaliyeed oo taas no problem laakiin hadda hadday sheekadu tahay dhulka lagu wareejiyey Ethiopian Ethiopian anagu nahay oo soomaali galbeed sidii lagu wareejiyey maanta la wareegayba dee waxa weye khatarteeda leedahay marka dadka isaga ah reer awdal waa in mataqaana waa in la taageeraa wixii lagu taageerayaba waxaan ka hadlaya moraalka waa in la dhisa iyaguna runtii waxa weeye kacdoonkuna maaha mid muuqda ma ogtahay dadka potential way kacsan yihiin marka waa in la taageeraa support la siiyaa dowladda exilka lala kulmaa marka taas waxay wiiqinaysaa hamigan mataqaana Ethiopia raba in dhulka lagu wareejiyana noolnaa marka waad mahadsantay ma raba inaan ku dheereeyo shukran jaziil abaasha araan horta aniga lami anigu lafta iska soo xiro mawduucaas kolay sabaabay kasoo dhamaatay
أريد أقول إن بعضهم قبي على رحمة خير الله سيسجع يركا فيه أو لبتي على قبعة رماه سو تعطيك بركة هذا واحد وين بركة إن هدي أي سبور دولة فدرالك أدو ملايين سان هدي أول الستيد أمة عاودو ديفاكت جوفرمنت أمة عاودو وما أو لقدي هو على هقبل الهوسي هذا ما هو قبل البروسيس كده كتير سيدا خاتمه كله هدي سال جيو أي تدخل تستعجل معناها أي ديرال أرام قرب هدي رادنيا قرب كاسنا أي كمان كوميتمنت فروم فدرال جوفرمنت إذا وين لقت وين لقبا وا great idea إن أنت دورت في دراكو كعدو تذكر something to fight about أي شيء so بدأ عن reservation كله كله حواية إن لقى في exactly survival أو تذكر رأي أو ضلأ شو عشان دايت وديني وهذا أحمد وديني واحد يحيد هذي دتكي on the ground كهذا اسم فلاجة هاي نكلا حسن على شر شل موش حلا حسن على شو داين ولا بسيك عم بقول شرح وحنا ماشان مورا بتجرى حق دلال كلا ترى وحسوق لك وح كلب بحكي كرمال وكان سؤال لنا ما بإيمان كلا وحنا كم قاعد كلا هذي ساس وكلا أي تاي مركا وحنو بعند تاي مركا كل بدل صبرينا مال هوب كيو حيسكو دفاع العين حق جبوت بقى كاجز جبوت عايز تبي on board هذيك الأرنت أنا مش قينيس سكر الوجوك أنا أو يوسف قليل اللي هلا ويا ورجل كوت على الله وجابر في عكش قيني هذي مركب ما أنت تدكي إسن استرجل كا وسن لوكل وسن شرين إن سياسيين تي رأى أولنا أو سمعنا أن كوتشرتي أي أطول ولا ما أنكر قف كي بورا ما أنت كسم أي مدعراتنا إن تلقى بتحس حبسي سمعنا العالم كي كل جن روحه المجال دي تذكرنا على رأي كتة صحبك قبل كريم then we have a long way to walk وتبين بعد ما دمن معناها مركل وعاونة أدو وأنا أنت عاوز أنت على بوك بع basically 99% of the job مركل فضل الكومنت وطلع تذكر إلا أخاتي because social media تذكر جوا هذا يوسف يا هذا أحمد يا yes وبعد تفكر صدقين كران بدون ما نذكر كران كران بالله بعين مورا فورا أو دوالمه أو فلايا له بعين إن الناس كنا رحمه بدكوا تفلعوا مال بلاد يقشوا حواية دي حالة بلا بس بدليس مركا طالع ديس الجرين هدا تولدوا فضلا وكذا اللي هدي لما يحابوا تولدوا على غير رواين الفلاقة ده سميسو وواحد كل هدا أبا عمال أولي ده فرنسو إلا بس بي وغوي قلبات تقدرنا لا بس بي فلاقوا البلاد كاشوضو إلا بي محكتيو سي لو غد تخلصو نظام كان قوني قوصدك ميلترالي انترنالي فيروس الغد حبورة هل كان لبسو الدولو تذكر القرب الأسفية وين لقبة سؤال دوالة هل كان سعره كسو حنا عبار بقى عنتو تايني ما كسو عده بل الله حنفلي عيدك لقى عنتو تايني تمتي تبيه عوالو سينة يا حتى بقى عنتو تايني سوق بسو وما سنتهاي بل طبق انا كاهل ارينتا ماش كسو قولة تاني واحد كان ليس دواء واحد سخصية ما هنمرين اياه ما يبدو عروا ولا صحري أردت أرد وحررت هاي أردت فاشد كو قرنبار هوا هنا حقا كيلا هضو كور أدو ما تذكر كاهرام صحوني ماما أردت فاشد كو قرن الديدو عمبارين تي يتوبيا عمباري سي فريقين تاكو سمي سي بيها صوماليا إدو كاوردكتين حتى ساوقورتين ورتا هذا لفرا بدن باكا صوب حي عوشو اي فتراك صوماليا او قرتين الدوية دا الرادة كتيرة هذا النقضاء كوة قبلها اما كوة عالمية يو طمادك على الدوية دا قوة اللبا اما قوة اللوترية دا مركا محاكا صوب حي فعروانا مدمد دول استاقو كتب بها كنكولوشة كسيدة عنو غانواركو اما سيلا مغطانو شاقو إيجاد راح أقصه بحاي statementي أورانا يا ذاتك تمشي نفسك صوب بحاي هلا تشيو كوب يقو هلا عبا ما الله فريسته وح هذا القاضي نكمة السمينين كوركي عبا شلا أي ورقة الصومالي ساقرتي ومركزي شيء جيسا إن مارتي لوحد بيبيه دي دلكي دي دلكي دي ما دحبناني دي بركا waxaan oran karaa waraaqda halka ka soo baxday waxay taageero buuxda siinaysa igaad ka soo baxday taageero buuxda siinaysa aad u xoogan waliba luuxdan siinaysa
إن هشيس كاسي سمالي لان إيثوبيا وهروس على ومركاسي أي ديسلكات قريين عباشا دي كيكتني سماليا سماليا وعباشاكتي أريتا صوبة كجوابتي وعاكو حكتي يدونا استيجمنت أي سوقران كان عادة عربته وعاكو شاقان يدونا إني قرب تاقيهين مدح بنا عنده يقران مدى سماليا ومركاسي أولتشي دان إني سماليا كترتو إيثوبيانا أريتا سي مارتي أي دين عكيه استيجمنت يا سي مركا وصل وقود عرضا dadkii aba xubnihi materi jaamacada carabta dadka ku jira maamulah ama dawladaha ku jira xubnihi materi aad bay ugu kala duwanaayeen marka hoos loo daadago oo codaynta qaabka u dhacday marka la qiimeeyo laakiin wax la raacay intee badbaad sida ay saxaafadu baahisay marka halkaas waxa oran kara Soomaaliya iyadana guulba sidnatiyas u siraya السيبتيكاسو بحاي افريكان يونيون كا او انو وانا اورا كلا وا سيبتيكا اوغو مهمسن ارينتا تن مهمد بدن بارتي اد كو قسينيا او ان قيمها اوغو وين لي وحيالها امكا ماش كاسو بحاي سيبتيكا كاسو بحاي ايغونا اي فيليا قولدا سومااليا يو ايتوبيا يو سولال لا با ايش اد كو غهيه سيبتيكا سو خو شيغيا ان بارتي ان ارمها افريكا لوغو خليو halal afrikaan oo admoodo in loo waday hadalkaasi jaamacadda carabta iyo midowga yurub iyagu hadalo soo saaray ka horeeyay kuwan oo admoodeen barbar siinaya Soomaaliya waxa laakiin xusid mudan oo hoos in laga xariiqaa in dhamaan siinitiya soo baxay marka lagu daro in kii turkigu soo saaray ingiriiska iyo afrika dhamaan markaas ku daro in aan statement qura oo cambaareen sameeyaan u jirin sabaan ugu xawayaan adiyada dowladasi soo shaqeeyay marka aragna marka cambaareen la sameeyo waxa potential possibility ah in ay dhacdo maxaa la yiraahdaa sanctions ama dowladasi ahaan in maartay wadanka la cambaareeyay ama cid la cambaareeyay markaasi powerku la isku tagay in power dowladasi loo isticmaalo marka the fact aan meesha cambaareen ka soo bixin dhamaan istiibtiyo soo baxay anigu waxaan arkaa in green light siinaysa Soomaaliland iyo Ethiopia heshiiska hor u socdaan oo macnaheedu tahay adiyadu inay ka walaacsan tahay in meesha dagaal ka dhacaano xabada la iskula taga ah aanay iyagu wax caqabad u arkeynin daarimiina xalista xabadaha qaadana oo hadalka nuxur kiiso uu noqonayo marka maadaama meesha wax aan baareyn iba aanay ka imanin waxaan arkaa in go for it ay tahay Soomaaliland ay guur tahay waxa kale oo aan iyadana rabay inaan xuso bold move aad admoosiin ugu qaraarayo ay qaadeen qolada Soomaaliya oo ay ku sheegeen inay madaxweynuhu Soomaaliya uu la xiriiray Aziizi uu la xiriiray oo markaasi Masar inuu meesha soo geliyo proxy war aad u khatar ah oo markaasi aad u taabanaya nolosha Itoobiya oo daamkii Bergdweet abi uu go'aanka ku qaatay oo maartay biyaha ku shubay khatar weyn ku ah daamkaasi Itoobiya muxuu uga dhigay daamkaasi Itoobiya uga dhigan yahay in hadii halkaasi khalkhal la gariyo ay Itoobiya cuntadeedii ay la soo baxay istaageyso oo 1300 cuntada la soo baxay oo qiyaaso dadka starvation ku dhacayo waa galo khatar in electricity Itoobiya istaageyo de nolosha kale Itoobiyana saameyn far badan oo ku yeelanayo marka xaqiiqada ah in Soomaaliya ay move karno caasa qaado khatar nololeed dadkii Itoobiyaanka ay kiriiso waxaan filayaa in Itoobiya aad ugu carinayso wax kasto ay arintaasi ku socodsiin karto ku socodsiiso oo hadda khatar weyn ay dhici karto in maartay Itoobiya hadii arintay ka noqoto in Soomaaliya ay keento maxaa laga hadaa masaaridii ay keento xeebaheeda taasina nolosha Itoobiyaanka ay khatar gelinayso marka arintaasi waxaan dadka Soomaalida warbixinaha meelaha ka qaata social media dadka reer Soomaaliya inta badan eliitka waa ama hormuudka waa arrimaha kan nationalismka waxay ugu yaraan waxaan mudanaa arrimahaasi run ka sheegaynin wax kaloo hadda tarankasa ama awoodo Soomaaliya ay sameyn karto inta ka baxsan oo u harsan waraaqihii cabashooyinkii adduunka u qoreen
أنا حين حتى سمعك أنا يعني حتى أنا جيب مقبي أي رتاعي مركز الجيم أريمة حتى هذا هي سين وأح أنت تكرر سمالي لأن لا تحب جو على هذا يعنف يحمان أريد أحسن واحد أنا رسم على حال لو صناعه وواحد المتأسس سعودي ولا قصو شقيني لكن واحد تكمل هذا اليوم معنا وفر بلانا كورونا كصباح إلا هذا ماشي.